اكتر معاناه طبعا ما فيش تيسير ان الورق يخلص بسرعه، حاجه زي كده احنا مخلصينها، وزي ما بقول لكم كنا خايفين ان احنا نحس ان المواضيع هتقدم او الاغاني او الميوزك نفسه هيقدم، هيطلع ترند جديد، فحاجه زي كده المفروض يبقى في دعم اكتر للمسخين، هم عايزين يعملوا حاجه فنساعدهم ان احنا نخلص ورقهم اسرع، نساعدهم ان احنا، بس يمكن ده على مستوى مصر كلها مش بس مستوى الغنائي او الموسيقي بس. يمكن زي ما بقول لك التيم الحمد لله فريق العمل اللي احنا شغالين معاه كله متعاون جدا، وبدايه من الشعراء سامح خيري ومحمد السيد محمود السراج، يمكن مهندس الصوت عمار خاطر صاحب شكري هو الملحن الالبوم كله وهو المنتج بتاع الالبوم، الموزعين بنتكلم على محمد العشي وحازم رأفت وامير جادو، ويعني في فريق عمل كبير جدا الحمد لله اشتغلنا معاه وكل ده متعاون، فانا ما حسيتش يمكن ان في مشاكل في انتاج الالبوم كالبوم ينتج، ولكن ما بعد الالبوم هو اللي كان فيه يمكن فتره كبيره جدا اخرتنا لحد النهارده، وده ما كانش حاجه احنا حابين ان احنا ناخد خبرتها بالشكل ده. يعني احنا كنا نفسنا احنا نعمل تنوع لان كل اغنيه ليها الطابع بتاعها في التلقي بتاعها، كلمات مختلفه تماما، احنا مش عاملين البوم مثلا كله ماشي بميه واحده، فغصب عنك لو الكلمات اختلفت لازم احنا نغير الطابع الموسيقي بتاع كل اغنيه عشان في الاخر اللي يسمعها يقدر انه يسمعها ويتلقاها بالشكل اللي احنا قدرنا نعمله.